بتتبسط زي اي بنات طبعا، لان احنا ما عندناش اماكن نكون بنرقص فيها مع بعض او بشكل معلن يعني، فاحنا بنرقص مع بعض في اوضه مقفوله. كان علشان نوع من انواع الانتقام ان هو يستخدم الفيديو ده اللي انا برقص فيه مع صاحباتي ان هو يفضحني، بمعنى الفضيحه. اتولدت في مجتمع محافظ شرقي تقليدي، فده خلان ابقى واحده من ضمن بنات مصريه كتير، اجسادهم تعتبر دايما ان هي نقطه عار لاهلها لو في حاجه حصلت لجسمها حتى لو تم اغتصابها. كان محامي الخصم بيحاول هو يتواصل معايا بشكل مستمر علشان يوصل معايا لحل وسط. انا اخترت ان خلاص طالما الفيديو خرج لمساحه ما هنقل الحرب من مساحه خاصه لمساحه عامه. هو احنا مجموعة بنات اخترنا في يوم كنا بنتكلم عن ان احنا ملناش حقوق في المجتمع، عايشين على ان احنا بس ضيوف. حضرتك يعني متضرر من خلع الحجاب البسه؟ انا اسفه يعني، يعني ايه متضرر من خلع الحجاب البسه؟ الحاجه دي بين اي حد استخدم لينك للفيديو على اساس ان هو يقول للناس دي غدير احمد بتاعت ثوره البنات، هي عايزه البنات كلها تبقى بنات مش كويسه، وادي فيديو هو يقول ان هي بنت مش كويسه. انا جسمي ده بمشي بيه في الشارع، جسمي ده انا عايشه بيه، جسمي بنام بيه، بصحى بيه، باكل بيه، فانا جسمي بالنسبه لي ان انا اعبر عن فرحتي بيه دي مش حاجه وحشه. لازم كل فتره تظهر بنت تكسر قالب معين بتتحط فيه بنات كتير، لازم تطلع بنت وتقول ايوه انا بيتم ابتزازي بكذا، وايوه ده حصل لي مش ما حصليش، وايوه انا عملته بمزاجي مش غصب عني، ومش من حق حد على كل ده انه يستخدمه ضدي.